باخد الخدمات سواء سلعة او او خدمات معينة انا بحتاجها مقابل انك بتاخد مني ايه الاجر بتاعها قدامها. تمام. تمام. طيب في الدولة الإسلامية قديما، الدولة الإسلامية كانت منتشرة فيها السياحة. احنا عارفين أصلا من قبل قيام الإسلام كانت مكة مشهورة بالسياحة بالتجارة بتاعتها وتجارة الشتاء والصيف. تمام. تمام. فكانت ده اللي كان سبب أصلا في شهرة مكة الجديدة جدا. فلما الإسلام جه وانتشر في شبه الجزيرة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان بيعمل بالتجارة، أصبحت في الدولة الإسلامية 4 مراكز تجارية كبيرة: جدة وصنعاء والبصرة والإسكندرية. ثانية واحدة كده. طيب يبقى تاني، قلنا التجارة في الدولة الإسلامية انتشرت في الدولة الإسلامية قديما التجارة، وكانت منتشرة أصلا من قبل الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل بالتجارة. ولكن لما جت الدولة الإسلامية بقى في 4 مراكز تجارية إسلامية كبيرة: جدة وصنعاء والبصرة والإسكندرية. جدة في السعودية، صنعاء في اليمن، البصرة في العراق، الإسكندرية في مصر. تمام. تمام. بعد كده، طب إيه هي أهمية التجارة؟ التجارة دي عملت إيه للدولة الإسلامية؟ التجارة اللي كان ليها أهمية كبيرة جدا جدا سواء للناس اللي عايشين أو للدولة الإسلامية. بالنسبة للدولة الإسلامية هي أسهمت في بناء الدولة الإسلامية بسبب العلاقات اللي كانت بتحصل ما بين التجار المسلمين وغيرهم. ورت للناس قد إيه التجار المسلمين عندهم أخلاق وقد إيه المسلمين عندهم أخلاق عالية، فالناس بدأت تسأل وتبقى عايزة تعرف أكتر عن الدين اللي بيخلي تجاره عنده الأمانة الكبيرة دي، فبدأ ناس كتير تدخل في الإسلام. يبقى إيه أهمية التجارة بالنسبة للدولة الإسلامية؟ هي أسهمت في بناء الدولة وساعدت في نشر الإسلام، عشان التجار المسلمين بأخلاقهم الحميدة خلى كتير من الناس عايزين يعرفهم ايه الدين اللي يخلي التجار بتوعه عندهم الكم الكبير ده من الاخلاق الحميده والامان. طيب بالنسبه بقى للعصر الحديث، ايه اهميه التجاره؟ في العصر الحديث طبعا ما بقاش في كم مركز بس تجاري او كم مدينه بس معروف ان هي تجاريه، لا، الدول كلها بقت قايمه على التجاره. الدول كلها بقت قايمه على التجاره، التجاره من ضمن الانشطه الاقتصاديه المهمه في الدول العربيه او في العالم اجمع. لان اصلا الزراعه بتدخل في الصناعه، الصناعه تتحول لتجاره. تمام؟ تمام. يعني انا لما بزرع باخد شويه حاجات من المحاصيل الزراعيه دي بدخلها كمواد خام في الصناعه، اما بستخدمها في الصناعه بعملها في الصناعه وخلاص. لا، ما هو انا اصلا الصناعه دي هي اللي بتجيب لي التجاره، عشان انا لما باخد الحاجات اللي بعد ما بصنعها بروح ابيعها في الاسواق، فاللي بيحصل في السوق ده اسمه تجاره. واصلا عشان اشتري الالات والمعدات برضو ده اسمه تجاره. فالتجاره ليها دور كبير جدا في حياتنا. واهميتها ايه؟ أول حاجة بتسهم في تعزيز العلاقات بين الدول، يعني بتخلي العلاقات أكبر بين الدول. يعني أنا دلوقتي لو بين التجارة مثلا بيني وبين دولة الإمارات، فالعلاقات بيننا تبقى أحسن، عشان أنا عايز أكسب الإمارات وهي عايز تكسبني، عشان يفضل التبادل التجاري بيننا، فبالتالي بنعزز العلاقات اللي بين الدول. طيب تاني حاجة، بتلبي احتياجات السكان من السلع والخدمات. دلوقتي مثلا مصر ناقصها نوع معين من المواد مثلا التجاريه او المواد الصناعيه، ما بتصنعهاش، فتعمل ايه عشان تسد العجز؟ تشوف هي بتصنع ايه اكتر وتبدا تبيعه عشان تجيب فلوس، فبالتالي تقدر تشتري اللي السكان بتاعها محتاجينه. يبقى التجاره تاني اهميه ليها ان هي بتلبي احتياجات السكان من السلع والخدمات. ثالث حاجه، بتوفر العملات الاجنبيه. انا ممكن يبقى عندي حاجه مش موجوده في دوله اوروبيه، الدوله الاوروبيه محتاجاها، فبالتالي بتقوم جايه تشتريها مني وتديني العمله الاجنبيه. العمله الاجنبيه دي انا اصلا بعد كده بستخدمها عشان برضه اشتري حاجه من الدوله دي او اشتري حاجه من دوله اخرى تساعدني ان انا اقوم التجاره او الصناعه عندي في البلد. تمام. تمام. رابع حاجه، بتوفر فرص عمل للسكان. اهم حاجه اصلا في الانشطه الاقتصاديه عامه ان هي توفر فرص عمل للسكان، عشان السكان ما يبقاش عندهم بطاله. فالتجاره من الانشطه التجاريه، من الانشطه الاقتصاديه اللي بتوفر فرص عمل. خامس حاجة، ضبط الميزان التجاري للدولة. طب يعني ايه اصلا ميزان تجاري؟ ميزان تجاري ده يعني الفرق ما بين الحاجة اللي انا بصدرها والحاجة اللي انا بستوردها. يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين الحاجة اللي عندي وبديها لغيري والحاجة اللي باخدها من عندي غيري. تمام؟ تمام. تاني،
يعني ايه ميزان تجاري؟ ميزان تجاري قلنا الفرق ما بين حاجه عندي اللي هي الصادرات، حاجه عندي بوديها لغيري صادرات، والواردات حاجه عندي غيري وانا باخدها. يبقى تاني اهميه التجاره في العصر الحديث ايه؟ 4 5 حاجات: مساهمه في تعزيز العلاقات بين الدول، تلبيه احتياجات سكان من سلع وخدمات، توفير عملات اجنبيه، توفير فرص عمل، ضبط ميزان تجاري. ايه المقصود بالميزان التجاري؟ طيب أهمية التجارة، أهمية التجارة الثاني في العصر الحديث 5 حاجات: مساهمة في تعزيز العلاقات بين الدول، تلبية احتياجات سكان من سلع وخدمات، توفير عملات أجنبية، توفير فرص عمل، ضبط الميزان التجاري. طب يعني إيه ميزان تجاري؟ قلنا الميزان التجاري الفرق بين الصادرات والواردات خلال العام. يعني إيه خلال عام واحد؟ يعني أنا كل عام بعمل ميزان تجاري، كل عام بعمل ميزان تجاري عشان اشوف الفرق عندي ما بين الواردات والصادرات، انا استوردت قد ايه وصدرت قد ايه. لو انا صدرت اكتر ما خدت، يعني وديت اكتر ما خدت، كده انا كسبت. لو انا خدت اكتر ما اديت، اللي هو استوردت اكتر ما صدرت، كده انا خسرت. لو الاتنين قد بعض الدولة ما بتكسبش وما بتخسرش. فهمتيها ولا عيدها تاني؟ لا فهمتها. يعني ماشي تمام كويس. يبقى تاني، لو انا مثلا بصدر قد ما بستورد الدوله ما بتكسبش وما بتخسرش، بستورد اكتر ما بصدر الدوله بتخسر، لو بصدر اكتر ما بستورد الدوله بتكسب. طيب التجاره في الوطن العربي، عندنا التجاره في الوطن العربي تنقسم لنوعين: تجاره بينيه عربيه، يعني تجاره بين الدول العربيه وبعضها، وتجارة دولية خارجية بين الدول العربية والعالم أجمع. طيب التجارة البينية العربية دي يعني الصادرات وواردات أو سلع وخدمات ما بين الدول العربية بعضها بعض. طيب التجارة دي في الوطن العربي بتعاني من ضعف شديد. إيه هو الضعف ده؟ عندنا 5 مشاكل بتواجه التجارة البينية العربية. أول حاجة التشابه الكبير بين السلع والخدمات اللي بتقدمها الدول العربية. الدول العربية احنا عارفين ان مناخها متشابه، ثقافتها متشابهه، وطبعا المناخ المتشابه ده ساعد على برضه الزراعه بتاعتها متشابهه، فالدول العربيه اصلا دول في متشابهه. فده ادى الى ان موجود بينها وبين السلع والخدمات اللي موجوده عند كل دوله عربيه والاخرى متشابهه، فبالتالي ما بنستوردش من بعض كتير. ما انا اللي عندك عندي قليل قوي لما الاقي عندك حاجه مش عندي. تمام. تمام. تاني حاجة الصادرات العربية مش متنوعة، يعني مثلا الدول العربية ما بتصدرش عشرات الصناعات المختلفة، لا ممكن يبقى عندها حاجة أو اتنين بس عندها فائض فيها بتصدرها، فده أدى إلى إن إيه في عجز بين التجارة بينا وبين بعض. أنت الحاجات اللي بتقدمها لي مش كتير بالنسبة طبعا يعني للدول الأجنبية والدول الأخرى. وكنا خدنا درس الصناعة إن أصلا المشكلة اللي بتواجه الدول العربية في الصناعة إن هي بتعتمد على صناعة استخراجية مش تحويلية، فده بيخسرها لأن هي بتصدر المواد الخام بسعر رخيص وبتستوردها بسعر غالي. تمام. تمام. ثالث حاجة عندنا ضعف التكنولوجيا. في حاجات كتيرة جدا 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 في الصناعات عامة وفي الحياة حاليا قايمة على التكنولوجيا الحديثة. الوطن العربي التكنولوجيا فيه مش قد كده، مش قوية زي الدول الأوروبية، فبالتالي ضعف التكنولوجيا ده خلى عندها ضعف في الامكانيات، فما بقتش قادره تصدر مواد تجاريه او خدمات وسلع عاليه، فخلاها عندها مشكله. رابع حاجه، ودي حاجه غبيه جدا، الحواجز الجمركيه بين الدول العربيه. يعني ايه حواجز جمركيه؟ يعني انا دلوقتي لو موجود في السعوديه واشتريت عربيه، تمام؟ تمام. عشان اعرف اجيب العربيه دي مصر بدفع عليها مبالغ كبيره جدا، ويقول لك ايه ده سعر جمركي. سعر جمركي يعني ايه؟ يعني فلوس لازم تدفعها عشان العربيه دي او الحاجه اللي انت جايبها دي ينفع تدخل البلد. فبالتالي الناس بتقول لك لا، ما انا كده كده هدفع مبلغ كبير قوي، فيا اما افضل بره بالحاجه بتاعتي، يا اما لما اجي انزل ما اجيبش الحاجه دي معايا وانا جاي. فده بيخلي برضو التبادل التجاري من الدول العربيه مش كويس. تمام.
مع ان المفروض ان الدول العربيه طالما هي دول عربيه واحده مشتركه تعمل مثلا منظمه زي منظمه الدول الاوروبيه كده، ويبقى ما فيش ما بينهم اصلا حواجز جمركيه، او ما فيش ما بينهم اصلا فيز. يعني ايه فيزا؟ يعني مش لازم ان انا اروح السفاره توافقني اني اسافر دول عربيه اخرى. المفروض ان العلاقه بين الدول العربيه تبقى مفتوحه، اللي عاوز يسافر دولة عربية يعرف يسافر، يرجع منها يعرف يرجع. اه طبعا هيبقى في قوانين وقواعد، بس ما تبقاش زي ما هي موجودة دلوقتي. دلوقتي في حواجز كبيرة جدا عشان يبقى في التعامل بسلس او بسهولة وسلاسة ما بين الدول العربية. تمام. تمام. آه، خامس حاجة بقى واخر حاجة، تركيز التبادل التجاري مع دول الجوار. يعني ايه؟ يعني مثلا مصر جنبها السودان، يبقى التبادل التجاري بينهم اكتر ما بين مثلا مصر والكويت. السعودية جنب الكويت والبحرين، يبقى التبادل ما بينهم وبين بعض أكتر ما يبقى مثلا ما بين السعودية والجزائر. تمام. فمثلا تمام. الإمارات والسعودية وعمان بيستحوذوا على 90% من صادرات البحرين. البحرين في النص ما بين الإمارات والسعودية وعمان. تمام. أو قريبة تمام. منهم، قريبة منهم، يعني السعودية تحتها عمان، جنبهم الإمارات وقطر والبحرين أهي، فهم الثلاثة جنبها، فبياخدوا 90% من الصادرات اللي هي بتصدرها. يبقى تاني درس بتاع النهارده كان بيتكلم عن التجارة، قلنا إن الدولة الإسلامية كان فيها تجارة، التجارة كانت منتشرة أصلا في شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام، وده اللي ساعد على شهرة مكة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا من قبل الإسلام هو بيعمل بالتجارة ولقب بالصادق الأمين. لما جاء الاسلام عمل 4 مراكز تجاريه كبيره. ايه هم ال4 مراكز دول؟ جده السعوديه، صنعاء باليمن، البصره بالعراق، الاسكندريه بمصر. تمام. تمام. آه طيب ايه اهميتها بقى؟ تمام. عملت حاجتين للدوله الاسلاميه، اسهمت في بناء الدوله الاسلاميه، وتاني حاجه ساعدت على نشر الاسلام لما يحمله التجار المسلمون من اخلاق حميده. في العصر الحديث بقى أهميتها ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدول، لبت احتياجات السكان من سلع وخدمات، بتوفر العملة الأجنبية، بتوفر فرص عمل، بتبدل الميزان التجاري. وقلنا يعني إيه الميزان التجاري؟ يعني الفرق بين الصادرات والواردات خلال عام. طيب إذا كانت الصادرات أكتر من الواردات يبقى أنا كده عندي فائض، يبقى أنا كده كسبان. لو الواردات أكتر من الصادرات أنا عندي عجز، يبقى أنا خسران. لو الاتنين قد بعض يبقى الدولة لا بتكسب ولا بتخسر. تمام. تمام. وبعدين رجعنا قلنا بقى ان التجاره عندنا في الوطن العربي نوعين للتجاره، تجاره بينيه عربيه يعني بين الدول العربيه بعضها وبعض، وتجاره دوليه خارجيه. التجاره البينيه العربيه قلنا ان هي الصادرات والواردات والسلع والخدمات بين الدول العربيه. طيب التجاره البينيه العربيه دي مزدهره؟ لا، للاسف بتعاني مشكلات كبيره، والدول العربيه بتحاول تحل المشكلات دي. ايه هي المشكلات اللي هي بتواجهها؟ اول حاجه تشابه كبير بين السلع والصادرات والواردات والمنتجات بتاعت الدول العربيه، عدم تنوع صادرات الدول العربية، ضعف التكنولوجيا، وجود حواجز جمركية بين الدول العربية، تركز التبادل التجاري العربي مع دول الجوار. فمثلا الإمارات والسعودية وعمان بيستحوذوا على 90% من صادرات البينية للبحرين. تمام؟ تمام. طيب الدول العربية بتعمل إيه عشان خاطر تواجه المشكلات دي وتحاول تحلها؟ عملت 4 حاجات. هي بتحاول ان هي تنهض بالتجاره البينيه لما ليها طبعا هتعلي مكانه الوطن العربي. فبتعمل ايه؟ بتنوع الصادرات وبتحاول تطورها وتنميها، خاصه غير النفطيه. يعني احنا عارفين ان دول الخليج العربي مشتهره بالنفط اللي هو البترول والغاز الطبيعي. فالدول العربيه بتحاول تنوع في الصناعات الاخرى عشان خاطر يبقى عندها تجارات صادرات مختلفه. تمام؟ تمام. بتقلص الجمارك بين الدول العربيه، يعني بتحاول تخلي ان الجمارك اللي مثلا بين مصر والسعوديه مش زي الجمارك او اقل من الجمارك مثلا اللي بين مصر وامريكا. يعني يبقى في كده كده جمارك، بس الجمارك تبقى اقل للدول العربيه، امتيازات اعلى للدول العربيه. بتعمل معارض دائمه وسنويه عشان دعايه المنتجات العربيه. بتنشئ العديد من التجمعات العربيه. يبقى الدول العربيه عملت 4 حاجات عشان تحاول تواجه ضعف او تنمي التجاره العربيه البينيه. عملت 4 حاجات. اول حاجه بتنوع الصادرات وبتنميها خاصه غير النفطيه، بتقلص الجمارك بين الدول العربيه، بتقيم معارض دائمه وسنويه، وبتحاول تعمل دعايه للمنتجات العربيه بالخارج، بتنشئ العديد من التجمعات. طب يعني ايه تجمعات؟ تجمعات يعني كل كام دوله يعملوا مع بعض حلف كده او اتفاقيه، الاتفاقيه دي تساعد على التبادل التجاري ما بينهم بسهوله شويه. تمام. تمام.
فمثلا عندنا اول تجمع منطقه التجاره الحره العربيه، كل الدول العربيه موجوده فيها ما عدا 4 دول، جيبوتي والصومال وجزر القمر وموريتانيا. تمام، يبقى تمام اول مجموعه او اول تجمع عربي منطقه التجاره الحره، كل الدول العربيه فيها ما عدا 4 دول، الصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا. تمام. طيب تمام تاني حاجة، اتحاد دول المغرب العربي، من اسمها كده يبقى هي الدول ناحية المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا. اتحاد دول المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا. طيب مجلس التعاون دول الخليج، طبعا الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت. دول اتفاقية أغادير، ودي بتشمل الأردن وتونس ومصر والمغرب. يبقى احنا عندنا 4 تجمعات عربية، أول تجمع منطقة، أول حاجة منطقة التجارة الحرة، دي جميع الدول العربية ما عدا جيبوتي والصومال وجزر القمر وجزر القمر وموريتانيا. اتحاد دول المغرب العربي، تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا. مجلس التعاون دول الخليج العربي، الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وعمان والكويت. دول اتفاقية أغادير، الأردن وتونس ومصر والمغرب. تمام. تمام طيب الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات، الاتفاقية دي الدول العربية عملتها عشان تحقق التعاون بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، عشان تعمل تعاون كبير بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية. والاتفاقية دي تم توقيعها عشان تحرر التجارة في الخدمات، وتم توقيعها عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ 2019، يعني هم عام 2018 وقعوا عليها بس بدأوا ينفذوها فعليا في سنة 2019. تمام. تمام طيب ايه اطراف الاتفاقيه، يعني ايه الدول اللي موقعه الاتفاقيه دي؟ هما 3 دول، مصر والسعوديه والاردن. طيب هدفهم منها ايه؟ عشان يعززوا ويفعلوا التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، يعني عشان يبقى فيه تعاون اقتصادي بين مصر والسعوديه والاردن كبير في كل مجالات الحياه. تمام. تمام طيب ايه هي اهم الخدمات المتضمنها بقى الاتفاقيه دي؟ اهو قانون، خدمات قانونية، يعني مثلا لو السعودية محتاجة محامين من مصر، أو مصر محتاجة خدمات معمارية وهندسية، خدمات فنية، خدمات طبية، خدمات كمبيوتر، خدمات البريد السريع، خدمات النقل الجوي، وخدمات سوق المال، وخدمات التأمين. تمام. تمام يبقى نرجع تاني ونقول ايه هي جهود الدول العربية عشان تنمي التجارة البينية. قلنا ان هي بتعمل 4 جهود، لان هي بتسعى ان هي تنهض بالتجارة البينية بين الدول العربية بعضها وبعض، فبتنوع الصادرات وتنميها خاصة غير النفطية، بتقلص الجمارك بين الدول العربية، وتقيم معارض دائمة وسنوية، وبتعمل دعاية للمنتجات العربية، بتنشئ العديد من التجمعات العربية. طب ايه هي التجمعات العربية دي؟ اتفاقيات بين الدول العربية بعضها وبعض عشان تنمي التجارة البينية، زي ايه؟ منطقة التجارة الحرة، وبتشمل جميع دول الوطن العربي فيما عدا جيبوتي والصومال وجزر القمر وموريتانيا. تاني حاجة اتحاد المغرب العربي، وبيشمل تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا. مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ده بيشمل الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت. دول اتفاقية أغادير، اللي بتشمل الأردن وتونس ومصر والمغرب. طيب في اتفاقية اتعملت بين الدول العربية وبعضها، اللي هي الاتفاقية العربية لتحرير التجارة، ودي الهدف منها ان يحصل تحقيق للتعاون بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتم توقيعها عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ 2019، يعني بدأ العمل بها عام 2019. من الدول الموقعة عليها السعودية ومصر والأردن. الهدف منها ايه؟ تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي. طب ايه اهم الخدمات المتضمنه فيها؟ عندنا خدمات قانونيه، خدمات معماريه وهندسيه، خدمات فنيه، خدمات طبيه، خدمات الكمبيوتر، خدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي، وخدمات سوق المال، وخدمات التامين. تاني نوع عندنا بقى من التجاره هي التجاره الخارجيه، من اسمها كده معروفه، التجاره الخارجيه يعني تجاره ما بين الدول العربيه والعالم كله وباقي دول العالم. تمام. تمام يبقى هي صادرات وواردات بين الدول الوطن العربي وباقي دول العالم. طيب ايه هي الصادرات اللي الوطن العربي بيصدرها للخارج؟ يعني هي الحاجات الموجوده عند الوطن العربي بيوديها للخارج، وقود ومعادن، واول الدول المصدره ليها هي السعوديه والعراق والامارات، منتجات صناعيه، سلع غذائيه. بس احنا عندنا النسب اهو، الوقود والمعادن 62.7%، المنتجات الصناعيه 26.8%، السلع الزراعية 7.2%، غير مصنفة يعني منتجات ملهاش تصنيف معين 3.3%. تمام. تمام
في الواردات بقى للاسف، في الواردات المنتجات الصناعيه، يعني انا بصدر من المنتجات الصناعيه نسبه بسيطه جدا، زي ما قلنا ان احنا مشكلتنا في الوطن العربي صناعات مستخرجيه، فبالنسبه للمنتجات الصناعيه انا بستورد اكتر، بستورد نسبه 60.1%، وبستورد سلع غير مصنفه 5.4%، الوقود والمعادن بنسبه 14.4%، السلع الزراعيه بنسبه 20.1%. تمام. تمام. طيب، تعد البصرة من المراكز التجارية في الوطن في الدولة الإسلامية؟ ايه صح. تنوع الصادرات العربية يؤدي إلى ضعف التجارة البينية. قال طيب، أهمية التجارة في العصر الحديث؟ إنه ساهم في تعزيز العلاقات بين الدول، تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات، وتوفير النقد الأجنبي. اكتبيهم لو سمحتي. الخامس تمام. بعد كده عندنا التجارة الإلكترونية. عندنا نوع من التجارة اسمه التجارة الإلكترونية. طبعا ده ظهر مع ظهور التكنولوجيا وتطور شبكة المعلومات اللي هي الإنترنت. وده قصده إيه؟ قصده إن أنا زي مثلا الواحد اللي بيجي يشتري عن طريق الإنترنت، إن أنا أختار حاجة وأحطها في من موقع تجاري معين وأشتريه. فالتجارة دي يقصد بيها تبادل السلع والخدمات باستخدام شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت. سبب نشأتها ايه؟ زي ما قلنا، تطور ونشأة التكنولوجيا، او ظهر نتيجة لتطور التكنولوجيا. ايه اهميتها؟ خفض اسعار السلع والخدمات. طبعا عشان دلوقتي بقى في كذا موقع بيتنافسوا، فبقى كل واحد فيهم ايه بيعمل لك عروض بيخفض السلع، اتاحت امكانيات الشراء على نطاق اوسع لشركات الافراد. يعني مثلا في حاجات موجوده في، انا لو قاعده انا مثلا قاعده في الغردقه، في حاجات في القاهره مش عارفه اشتريها، دلوقتي اقدر اشتريها عن طريق الانترنت. تمام. ثالث حاجة، بتتيح للعملاء البحث عن المنتجات اللي عايزينها من البيت في أي وقت وبكل سهولة من أسواق ومتاجر متعددة. يعني زي ما قلت لك كده، أنا قاعدة في البيت ممكن أدخل على كذا صفحة وعلى كذا مكان، أو أدور على الحاجات اللي أنا عاوزاها، والحاجات اللي ما كنتش قادرة أوصلها أقدر أوصلها بسهولة. بتقلل الازدحام والتلوث، بدل ما كل الناس تبقى في الشارع وكل الناس تقعد تنزل الشارع والكلام دوت، هي بتقلل الازدحام والتلوث، لأن كل واحد قاعد في بيته بيتسوق من بيته. بتتيح فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم مش قادرين ينزلهم، فدي بتخلي لهم اسهل ان هم ايه يشتغلوا من عن طريق البيت. طيب، ليها مخاطر. طبعا ليها مخاطر كبيره جدا. من مخاطرها ان ممكن يحصل عمليات نصب واحتيال، لان ممكن حد يضحك عليا في ان انا اشتري حاجات غاليه قوي، موبايل بقى، ادوات منزليه، اي حاجه من الحاجات دي، وفي الاخر اخسر فلوس. ثانيه واحده كده معلش، هظبط حاجه تمام. بس. طيب، زي ما كنا بنقول، مخاطرها ان مثلا ممكن حد ينصب عليك لما بتشتري حاجه ادوات منزليه من عنده، او حتى اساس منزلي، لما او بنجي نشتري بيكونوا صغيرين عن ما يكونوا في السور. دي من الحاجات برضو اللي نصب، ان هو مثلا يجيب لك حاجه صورتها كبيره قوي، او حاجه صورتها خامتها نظيفه جدا، تيجي تشتريها تبص تلاقيها حاجه تانيه خالص، حاجه معفنه، حاجه صغيره قوي، حاجه ما تنفعش. تمام. حصلت معانا كذا مرة. حصلت مع الكل. تاني حاجه، اختراق خصوصيه العميل وسرقه بياناته. يعني انت في اوقات في خدمات الشركات اصلا بتبقى هاكر. هاكر ليه؟ عشان مثلا انا عندي في شركه كبيره عايزه تشتري مجموعه من الكراسي مثلا، عشان عندها اجتماعات فعايزه تظبط اوضه للمكان ده. فانا لو هاكر هياخد معلومات من الشركه، وممكن يدخل على الحساب بتاع الشركه في البنك ويسرق منه فلوس كتير. فدي المشكلات اللي بتواجه او المخاطر اللي بتواجه عمليه التجاره الالكترونيه. طيب، الدول العربيه بتعمل ايه بقى عشان تدعمها وتظبط الموضوع ده؟ انشات الاتحاد العربي للتجاره الالكترونيه والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عملت اتحاد خاص بالتجاره دي عشان يركز معاها ويظبطها. تمام. بتزود المنصات التجاره الالكترونيه. لما المنصات بتزيد بيبدا الغش يقل شويه، لان انت لو وحش هشتري منك مره، المره اللي بعدها اروح لغيرك اللي بيديني احسن، فانت هتخسر. فلما زودت المنصات التجاريه دي بدا ايه يبقى في عروض احسن، يبقى في مصداقيه اكتر.
بتشجع الشركات العربية تستخدم التجارة الإلكترونية، يعني في شركات عربية كتيرة زي شركة مثلا جوميا ونون وغيره، هي بتشجعهم إن هم يزودوا من أعمالهم، بتتخذ التدابير اللازمة عشان تمنع اختراق الحسابات المالية للشركات، عشان خاطر الشركات زي ما قلت لك لما يسرقش فلوسها من البنوك بتعمل التدابير اللازمة عشان تمنع اختراق حساباتهم المالية. يبقى تاني نقول إن التجارة الدولية الخارجية عندنا هي إيه؟ هي الصادرات والواردات بين الدول العربية وباقي دول العالم. طيب الصادرات زي ايه؟ الدول العربيه بتصدر وقود ومعادن، واول الدول العربيه المصدره للسعوديه والعراق والامارات بنسبه 62.7%، منتجات صناعيه بنسبه 26.8%، سلع زراعيه بنسبه 7.2%، مواد غير مصنفه يعني حاجات ما لهاش تصنيف يعني زي بنسبه 3.3%، تمام؟ زي تمام. العاب وحاجات غير ممكنه. طيب الواردات منتجات صناعيه برضو، استورد منتجات صناعيه بس استوردها بنسبه كبيره جدا 60.11%، السلع الزراعيه بنسبه 20.11%، وقود ومعادن بنسبه 14.4%، سلع غير مصنفه بنسبه 5.4%. بعد كده قلنا التجاره الالكترونيه، قلنا التجاره دي يقصد بيها اللي هو تبادل خدمات وسلع عن طريق استخدام شبكه المعلومات اللي هي الانترنت. سبب نشاتها ايه؟ ظهرت بسبب التطور التكنولوجي. أهميتها خفضت أسعار السلع والخدمات، أتاحت إمكانيات الشراء على نطاق واسع للأفراد والشركات، بتتيح للعملاء البحث عن المنتجات اللي عاوزينها من المنزل وفي وصولها أكتر وفي أي أسواق ومتاجر هم عاوزينها. تاني حاجة رابع حاجة قصدي بتقلل الازدحام المرور والتلوث، وخامس حاجة بتتيح فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. مخاطرها حاجتين، عمليات النصب والاحتيال اللي بيتعرض ليها الأفراد والشركات، اختراق خصوصية العميل وسرقة البيانات. جهود الدول العربية إيه عشان تدعمها؟ بتنشئ الاتحاد العربي، أنشأت الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، زيادة منصات التجارة الإلكترونية، تشجيع الشركات العربية تستخدم التجارة الإلكترونية، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختراق الحسابات المالية للشركات. طيب التجارة الإلكترونية ظهرت نتيجة هي لحظة واحدة، تمام للتطور التكنولوجي تمام تساعد التجارة الإلكترونية في خفض أسعار تمام حددي 2 من جهود الدول العربية لدعم التجارة الإلكترونية. إنشاء الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وإيه كمان؟ وزيادة منصات التجارة الإلكترونية. طيب تمام. كتبتيهم؟ طيب الدرس بتاع النهارده مره اخيره بقى عشان نبدا نحل عليه. الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن التجاره، وقلنا ان التجاره من اهم الانشطه الاقتصاديه. فاولا في الدوله الاسلاميه التجاره كانت منتشره اصلا في شبه الجزيره العربيه قبل قيام الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان بيشتغل بالتجاره وكان لقبه الصادق والامين. ولكن لما ظهر الاسلام انتشرت وانتعشت التجاره اكتر، وظهر 4 مراكز تجاريه كبيره في الدوله الاسلاميه: جده بالسعوديه، صنعاء باليمن، البصره بالعراق، الاسكندريه بمصر. ايه اهميتها في الدوله الاسلاميه؟ اسهمت في بناء الدوله الاسلاميه، ساعدت على نشر الاسلام لما اتصف به التجار المسلمين من اخلاق حميده وصدق وامان. طيب ده خلى الناس اكتر عايزه تشوف ايه الدين اللي بيخلي التجار بالاخلاق الحميده دي. في العصر الحديث بقى التجاره بتسهم في زياده او تعزيز العلاقات بين الدول، بتلبي احتياجات السكان من سلع والخدمات اللي مش موجوده عندهم في بلدهم، بتوفر العملات الاجنبيه للدول، بتوفر فرص عمل للسكان، بتضبط الميزان التجاري. طب يعني ايه ميزان تجاري؟ قلنا الميزان التجاري هو الفرق بين قيمه صادرات وقيمه واردات في عام واحد. طيب لو عندي الصادرات اعلى من الواردات او اكثر من الواردات، يبقى كده الميزان التجاري في حاله فائض فانا بكسب كدوله. لو عندي الواردات اعلى من الصادرات فانا كده عندي عجز في الميزان التجاري فانا بخسر كدوله. لو عندي الاثنين قد بعض الدوله لا بتكسب ولا بتخسر. تمام. تمام. بعد كده اتكلمنا عن انواع التجاره في الوطن العربي، وقلنا ان الوطن العربي بيكون فيه نوعين من التجاره: تجاره بينيه عربيه وتجاره دوليه خارجيه.
التجارة البينية العربية هي التجارة اللي هي الصادرات والواردات من سلع وخدمات بين الدول العربية بعضها بعض. ولكن هذه التجارة بتواجه مشكلات عديدة وضعف كبير بسبب إيه؟ 5 حاجات. أول حاجة تشابه بين السلع والخدمات والمنتجات اللي بتقدمها الدول العربية، عدم تنوع صادرات الدول العربية، ضعف التكنولوجيا، وجود الحواجز الجمركية بين الدول العربية، تركز التبادل التجاري بين الدول العربية على دول الجوار. فمثلا عندنا الإمارات والسعودية وعمان بيستحوذوا على نسبة 90% من التجارة البينية في البحرين. تمام؟ تمام. طيب إيه هي جهود الدول العربية عشان خاطر تنهض بالتجارة البينية أو تظبطها وتخليها متطورة وأحسن؟ بتنوع الصادرات خاصة غير النفطية وتنميها، بتقلص الجمارك بين الدول العربية، وتقيم معارض دائمة وسنوية، وبتعمل على الدعاية للمنتجات العربية، بتنشئ العديد من التجمعات العربية. طب يعني إيه تجمعات عربية؟ يعني تحالفات أو اتفاقيات بين الدول العربية بعضها وبعض عشان تنمي التجارة بينهم وبين بعضها. فمن التجمعات دي أول حاجة عندنا منطقة التجارة الحرة العربية، واللي بتشمل جميع الدول العربية فيما عدا جيبوتي والصومال وجزر القمر وموريتانيا. تاني حاجة اتحاد دول المغرب العربي، وده بيشمل تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا. تالت حاجة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وده بيشمل الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت. دول اتفاقية أغادير بتشمل الأردن وتونس ومصر والمغرب. تمام؟ تمام. عندنا الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات. إيه سبب الاتفاقية دي؟ تحقيق تعاون أكبر بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية. وتم توقيع الاتفاقية دي عام 2018 بين الدول العربية، ودخلت حيز التنفيذ 2019. أطراف الاتفاقية مين؟ السعودية ومصر والأردن. الهدف منها إيه؟ تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، يعني بيفعلوا أكتر وبينموا أكتر التعاون التجاري بينهم. طيب ايه الخدمات او اهم الخدمات اللي بتضمنها الاتفاقيه دي؟ الخدمات القانونيه، الخدمات المعماريه والهندسيه، الخدمات الفنيه، الخدمات الطبيه، خدمات الكمبيوتر، خدمات البريد السريع، خدمات النقل الجوي، خدمات سوق المال، وخدمات التامين. تمام. طيب التجاره الخارجيه هي ايه؟ الصادرات والواردات بين الدول العربيه وباقي دول العالم. ففي الصادرات بالنسبه للدول العربيه، الدول العربيه بتصدر الوقود والمعادن، واولى الدول المصدره له هي السعوديه والعراق والامارات بنسبه 62.7%، المنتجات الصناعيه بنسبه 26.8%، السلع الزراعيه بنسبه 7.2%، مواد غير مصنفه بالنسبه او سلع غير مصنفه بنسبه 3.8%. اما الواردات منتجات صناعيه بنسبه 60.1%، سلع زراعيه بنسبه 20.1%، وقود ومعادن بنسبة 14.4%، سلع غير مصنفة بنسبة 5.4%. بعد كده عندنا التجارة الإلكترونية، وقلنا هي تبادل السلع والخدمات باستخدام شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت. سببها إيه؟ ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي، أهميتها خفض أسعار السلع والخدمات، إتاحة إمكانيات الشراء على نطاق أوسع للشركات والأفراد، تتيح للعملاء البحث عن المنتجات اللي عاوزينها في المنزل في اي وقت بكل سهوله من الاسواق اللي بيختاروها، تقليل الازدحام المروري والتلوث، اتاحه فرص عمل ذوي الاحتياجات الخاصه. مخاطرها عمليات النصب اللي بيتعرض لها الافراد والشركات، اختراق السيطره على مصدر البيانات. طب الدول العربيه بتعمل ايه عشان تنميها وعشان تحمي العملاء؟ بتنشئ انشات الاتحاد العربي للتجاره الالكترونيه والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، زياده منصات التجاره الالكترونيه، تشجيع الشركات العربية تستخدم التجارة الإلكترونية، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختراق الحسابات المالية. في حاجة في الدرس مش مفهومة؟ لا كله تفاهم. طيب نجي لصفحة 170. تمام. أشهر المراكز التجارية الإسلامية قديما. جدة وصنعاء والبصرة والإسكندرية. تمام. تمام يا مس. تسهم التجارة في الوطن العربي بتوفير. النقد الأجنبي. تمام. تمام.
الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة ايه وايه؟ الواردات والصادرات. تمام. تنقسم التجارة العربية إلى نوعين، تجارة إيه وتجارة إيه؟ بينية دولية خارجية. تمام. الصادرات والواردات بين الدول العربية يقصد بها التجارة. قصدك رقم كام؟ 5. الصادرات والواردات بين الدول العربية يقصد بها التجارة. البينية. 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 تمام. من أسباب ضعف التجارة البينية العربية التشابه بين، لا والخدمات. تمام، تستحوذ كل من الإمارات والسعودية وعمان على 90% من صادرات دولة البحرين. تمام. التبادل التجاري عن طريق الإنترنت يعد تجارة الإلكترونية. تمام. لتنمية التجارة العربية البينية العربية لتنمية التجارة البينية العربية تقوم الدول بإنشاء العديد من التجمعات العربية وإقامة، والمعارض، وقامت العديد من المعارض الدائمة أو السنوية. تمام. طيب. بدأ انتشار التجارة شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام. خطأ. من المراكز التجارية الإسلامية قديما القاهرة. خطأ. أسهمت التجارة في نشر الإسلام في أرجاء العالم. صح. تسهم التجارة في تعزيز العلاقات بين الدول. صح. من مساوئ التجارة العربية انتشار البطالة. خطأ. إذا زادت الصادرات عن الواردات يكون الميزان التجاري في حالة عجز. خطأ. من أسباب ضعف التجارة البينية العربية وجود حواجز جمركية. صح. يعد التبادل التجاري بين دولتي الإمارات والبحرين تجارة دولية. خطأ. تنوع الصادرات العربية من أسباب ضعف التجارة البينية. خطأ. من الواردات العربية المحاصيل الزراعية. صح. اختر. توفر التجارة العربية العملات. خرجنا ايه؟ تسهم التجارة في تحسين الميزان التجاري. وجود حواجز جمركية بين الدول العربية يعد من أسباب من أسباب ضعف التجارة البينية العربية. أي من الدول العربية التالية تشترك في منطقة التجارة الحرة العربية؟ السودان. تمام. أي من التجمعات العربية التالية انضمت ليبيا إليها؟ اتحاد الدول المغرب العربي. تمثل أعلى نسبة صادرات عربية من، لا من إيه؟ بقول لك لحظة واحدة. تمام. الوقود. تمام. يعد اختراق العميل وسرقة البيانات في التجارة الإلكترونية من، سلبياتها. تمام. الصفحة اللي بعدها واجب واللي بعدها واجب. تمام. تمام. طيب. الهيئات المؤثرة عندنا في المجتمع العربي، عندنا هيئتين، هيئة المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للسياحة. المنظمة العربية للتنمية الزراعية دي تأسست عام 1972 بهدف
تنمية الزراعة العربية. طيب أنشئت، قلنا تأسست عام 1972، المقر بتاعها في الخرطوم اللي هي عاصمة جمهورية السودان. أهدافها إيه؟ عندها 6 أهداف: تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية. يعني هي بتهتم بقطاعين، قطاع الزراعة وقطاع الثروة السمكية والأغذية، تمام؟ ماشي. بتسهل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية، يعني هي بتساعد على إن الحاجات دي تبقى أسهل. بتعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة، يعني بجانب إن هي بتهتم إن هي تنميه، بتهتم تنميه في ناحية الاستدامة عشان خاطر تساعد على البيئة، على حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية. 4، دعم إقامة المشروعات والصناعات الزراعية والسمكية، بتدعمها بالمال وبكل اللي بتحتاجه. النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في قطاعي الزراعة والصيد السمكي، بتوفر لهم حياة أفضل وحياة كريمة عشان يقدروا إن هم يشتغلوا في المجال ده ما يسيبوهوش. 6، بتشرف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز أمن الغذاء، يعني بتحاول تعمل البرامج دي تواجه الأزمات اللي بنواجهها سواء في الأكل أو في المياه في الوطن العربي، تمام؟ يبقى المنظمة العربية لتنمية الزراعة أنشئت عام 1972، الموجودة فين؟ في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان. أهدافها تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية. تسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية. العمل على زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة. دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والسمكية. النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في قطاع الزراعة والصيد السمكي. الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي. تاني هيئة عندنا المنظمة العربية للسياحة، دي جديدة تم إنشائها عام 2004، موجودة في جدة بالسعودية. أهدافها إيه؟ تنمية صناعة السياحة في الدول العربية وجذب المزيد من السياح سواء عالميا أو عربيا. توفير الكوادر الفنية المؤهلة وحسن توظيف واستغلال التراث الثقافي والحضاري والديني والمقومات السياحية الغنية في الوطن العربي. تذليل المعوقات بتواجه الاستثمارات العربية وإيجاد حلول لها، وذلك بهدف تنميتها وتطويرها. يعني هي مهتمية بالقطاع السياحي عامة سواء عن طريق تنميته أو إن هي توفر الناس اللي عن الكوادر الفنية المؤهلة، يعني الناس اللي تعرف تشتغل كويس في المجال السياحي سواء مع السياح أو مع الآثار والتراث او المؤسسات الدينيه، عشان لو السائح جالك مثلا وعايز يفهم حاجه عن المكان يبقى موجود ناس عارفه تفهمه كويس وعارفه تتعامل معاه. وبرضه بتهتم بالمقومات الموجوده في الوطن العربي الطبيعيه سواء كانت او بشريه. بتحاول ان هي تذلل، يعني بتحاول تزيل العقبات او المعوقات اللي بتواجه الاستثمارات العربيه، وبتحاول تلاقي حلول عشان تنمي وتطور السياحه العربيه، تمام؟ نعم. بتنشط البحث العلمي وبتشجعه، يعني هي بتحاول تنشط البحث العلمي لان البحث العلمي هيساعد في تطوير وتنميه السياحه وتطوير وتنميه الحياه اصلا في الوطن العربي. فهي بتنشطه وبتساعد على ان هو يساهم في تطوير السياحه. بتاخد معلومات من المستثمرين في مجال السياحه في الدول العربيه وبتبدلها مع بعض. يعني مثلا لحظه واحده كده معلش، طيب قلنا بتبادل معلومات الخبرات المستثمرين في مجال السياحه في الدول العربيه. يعني مثلا مصر عندها ناس عندهم افكار مش موجوده في السعوديه، السعوديه محتاجاها تاخدها، السودان محتاجه حد مثلا من الامارات كده، فهي بتساعد ان ده تبدله بينهم من بعض. بتعمل على ترسيخ التسوق السياحي المشترك، فبتعمل مؤتمرات ومعارض بين الدول العربيه بعضها وبعض، و بتعمل مؤتمرات وبتحاول ان هي تاخد الدول العربيه تختار. ثانية واحدة. طيب احنا عندنا يبقى تاني مؤسسة عندنا المنظمة العربية للسياحة، ودي تأسست عام 2004 في جدة. تأسست في عام 2004 في جدة في المملكة العربية السعودية. أهدافها إيه؟ إيه هدفها؟ قلنا أهدافها 6 أهداف: تنمية صناعة السياحة في الدول العربية وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية والسياحة العربية البينية. توفير الكوادر الفنية المؤهلة وحسن توظيف واستغلال التراث الثقافي والحضاري والديني والمقومات السياحية الغنية في الوطن العربي.
تدليل المعوقات واللي بتواجه الاستثمارات العربية وإيجاد حلول لها، وذلك بهدف تنميتها وتطويرها، تنشيط البحث العلمي وتشجيع ونشره، والمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة السياحية في الوطن العربي، تبادل المعلومات والخبرات بين المستثمرين في المجال السياحي في الدول العربية، العمل على ترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك من خلال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها. تمام؟ تمام. الحصة الجاية عندنا، ثانية واحدة كده، ماشي، لا خلينا نبقى نحلها بعدين. طيب الحصة الجاية عندنا امتحان على البحيرة. تمام تمام نشوفك على خير بقى ان شاء الله الحصة الجاية ان شاء الله. ماشي، مع السلامة. مساء.